تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته دقيقة و22 ثانية قيل أنه حدث بمدينة زايو إقليم الناظور يوثق لعملية اعتداء عدد من الأشخاص على سيارة مركونة على جانب الطريق. الفيديو حسب ما أفاد نشطاء أنه يتعلق بضبط ساكنة زايو أحد الأشخاص رفقة شابة بالسيارة في وضعية مخلة بالآداب والأخلاق العامة، وهو الأمر الذي لم يستسقه البعض، فأخذوا يرشقون السيارة بالحجارة بل تجاوزوا ذلك ليقوموا بدحرجتها في منظر عنيف يثير الكثير من الرعب. النشطاء عبروا عن استيائهم الكبير مما حصل، إذ لا يحق لأي شخص كان أن يمارس سياسة شرع اليد في ظل وجود قانون ينظم سلوكات الفرد داخل مجتمعه. وأيضا استنكروا بشدة أعمال العنف التي وثقها الفيديو بالصوت والصورة، وطالبوا السلطات المعنية بفتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات ومعاقبة الجنات.